هالقصة بتشبه كتير قصة روميو وجولييت. فعلاً إنها كتير حزينة. لا وأنا كنت عم بضحك على لحظاتهم مع بعض. عن جد أنا كتير آسف. بسيطة ولا يهمك. كتير زعلت من دون سبب. ماتوا هن اتنين سوا. ما بعرف شو قلك بس هذا اللي صار. وأهلك شو صار فيهم؟ حياتهم انتهت. سيدي الشرطة هون. السيد سبرامانيام؟ ايه. جوكال سبرامانيام بيكون ابنك؟ أنا ابني ميت. شيدر. جوكال بيكون أخي. شو صاير؟ صار حادث ولبين ما وصلنا للموقع تبعهم فات الأوان. أنت متأكد إنه هذا أخي جوكال؟ ممكن يكون حدا تاني مو هيك؟ الهوية اللي كانت بجزدانه بتقول إنه هو جوكال سبرامانيام. وهلأ بدكن تروحوا على المشرحة لتتعرفوا على الجسة. احتمال يكون في حدا سارق له الجزدان. ما بصدق انه يكون هو. انا آسف. لك نحن شو ناطرين هلأ؟ نمشي. اذا بتريدوا خليكن ناطريني هون. راجع. شو جابكن انتو؟ الشرطة قالت لنا إنه روميل إنه حادث. وجوكال كمان. كل هالشي صار بسببكن أنتو. من هلأ لبقية حياتكن ضلوا عم تحاولوا تسامحوا حالكن على الشيء اللي صار، بس ما رح تقدروا تكملوا حياتكن وانتو حاسين بالذنب. رامية، إذا بتريدي ماما، هن شو غلطن؟ غلطن إنه حبوا بعضهم بس؟ كنتوا دائما تعاملوا جوكال كأنه عامل شي جريمة، دائما. بس انتو المجرمين الحقيقيين. هن ما ماتوا بسبب هذا الحادث اللي صار. ماتوا بسببكن انتو بس يلي قتلتوهن. عم تسمعوني؟ بعتذر. مين اللي بحب يفوت اول؟ انت؟ راح نفوت كلنا سوا. سوا؟ ايه. بالعادة العائلات بحبوا الخصوصية و... بس انا ابني ما كان عادي. أنا ابني كان بكل شيء مميز. نحن منفوت كلنا سوا. تفضل. لحظة، انتظر. نحن بدنا نشوف وجوههم مع بعض. هيك كانوا بيتمنوا. متأكد من هالشي؟ شو اللي صار يا كولي؟ يا قدير، أنا لو سمحت فيك تقربن على بعض إذا بتريد. ماشي، رح يكونوا مع بعضن على القليل هلا. نحن كنا معصبين منهم كتير،
لهيك قلعناهن من البيت. كنا عم نعاقبهن بس كمان كنا نحبهن. بس إذا قلعناهن هذا الشيء أبداً ما بيعني إنه بطلنا نحبهن. كنت عم فكر فيك بكل دقيقة، وكنت كمان عاصر لك المانجا وإنت غايب. كنت نسياني إنه أنت مانك بالبيت وما عاد شوفك بحياتي. شو عملت فينا؟ شو عملت فينا؟ يمكن طولنا البعد، يمكن غضبنا أكتر من اللازم. 6 شهور وسنة بعدين هيك فجأة، وهلأ بس نرجع على البيت أنا وياك رح نكتشف إنه ضيعنا ابننا الوحيد وما عاد عنا ابن بالمرة. نحنا ما كنا جاهزين نستوعب حبهم لبعض، كنا لازم نفكر إنه ما عنا غيره، وهلأ راح ما عاد ضل عنا جوغال. أنا كيف بدي أعيش؟ كولي انت كبيت كل صور روميل الموجودة، ما هيك؟ انت ما تركت ولا حتى صورة واحدة، صور طفولته وانت حامله على كتافك ليحضر مباراة الطابة بساحة فيروس شاكوت. لا بتتذكر هديك اللحظة مو هيك؟ بس انا كنت بعرف انك رح تسامحه بيوم من الايام ورح يطرى قلبك عليه ورح تنسى. كنت رح تلاقي عذر لتروح على مومبي وتتفرج عليه من بعيد بلا ما يشوفك ابدا او حتى يحس عليك. ابني سامحني يا ابني، يا ريت في رجع الزمن لورا. حبيبي أعطيني لسه فرصة يا ابني، فرصة واحدة بس يا حبيبي. زايد وزنك بابا. ما كان فيك تستنى دقيقتين؟ كان بابا رح يقول شو بده بالفرصة الثانية. كنت عم موت يا صاحبي. سجلت رقم قياسي وأنا حابس نفسي. بابا قل لي شو كنت بدك تقول قبل ما أقوم؟ ايه كيف لك قلب تعملي فيني؟ يا عالم عم تطلع فينا خلاص. خليتيني ابكي وصدق انهم ماتوا اتنيناتهم عن جد. اي ما حلوة القصة بدون لف ودوران. ولي شو هاد؟ شو عم بيصير؟ شو عم بيصير؟ انا يمكن عم احلام ولا جنيت من الحزن. اشباح بابا خلصنا، نحن مو اشباح. اسفين يا جماعة. سيدي اذا بتريد لا تخاف، نحن عن جد اسفين، عن جد نحن اسفين، حتى لو انتو قلعتونا من البيت وما رضيتوا تستقبلونا مرة تانية. خلينا نلتزم بالنص لو سمحت. ماشي ليكو، نحن عن جد اسفين انه جرحناكم هلا ومن قبل كمان، بس الحقيقه انه نحن كثير اشتقنا لكم وما كان عندنا خيار تاني لحتى نعرف اذا انتم بتحبونا مثل قبل ولا لا ما بتحبونا. وهذا الاداء كان ناجح طبعا لانه كان معنا فريقنا بالكواليس. بقدم لكم مهير، هي فن الجساس. أنا متفاجئ إنكم ما عرفتوها، وكان بدور الشرطي خلوني أقدم لكم المبتدئ الرائع أدي تسي. تمثيل ممتاز. أبو لأديتا بيشتغل بهذا المشفى لهيك اخترنا هذا المشفى. على فكرة طالع بتجنن بلباس الشرطة. شكرا لك. بعد عنه هاد إلي. خلاص هو إلي، خدي إلي خدي. شو هالسخافة هاي؟ بلكي حدا منا صابته جلطة. تضحكوا مثل هلأ؟ إيه صح بابا، ما رح نضحك مثل هلأ، خاصة اللي صار فينا. خالتو نينا هي اللي ساعدتنا لحتى نستأجر إقامة كضيوف عندها، دورنا على شغل وبلشنا حياة جديدة. بس بتعرفوا شو؟ كنا حاسين بفراغ كبير، وعرفنا أنه قد ما حاولنا وتعبنا كمان ما رح فينا نعيش بلاكن. بالحقيقة أنه نحاول نتواصل معكن فهذا الشيء كان كتير مستحيل وما منقدر نعمله. لما تحبوا حدا بتتصرفوا بغباء، وأسف بابا. ما بصير، ما بصير تطالعوا من حياتك، لازم تتصرف بذكاء وتعلموا يكون ناضج.
لهيك نحن قررنا انه نعمل دراما. اكيد بتعرفوا مهارة جوجل بالاخراج مو هيك؟ شكسبير قال كل العالم مسرح، لهيك نحن قررنا انه نمثل ادوارنا. ماما بابا انا مثلي، وهي اكيد ما أنا مشكلة ابدا لحتى تاخدوني على دكتور نفسي، وهي مو من الامراض يلي بتتعالج بالادوية يلي بالصيدلية. انا شوي بختلف عن الناس، اول مرة شفته لروميل انا حسيت حالي اني كتير بحبه. بابا وانا كمان بحب جوجال، ولحتى فهمت هذا الشيء الموضوع اخذ مني وقت كتير طويل وتفكير كتير كبير عن جد. بس انا مثل ما انا ما في كمل حياتي بالكذبة. نحن ما عم نقول هذا الشيء لانه منحب بعضنا، لا، بس لانه نحن منحبكن كلياتكن وكتير كمان. ما بدنا نكون بين خيارين، يا نحن يا انتو. هذا الشيء كتير بشع، وانا بعرف انه كلياتكن كتير كتير بتحبونا، بس اللي بدنا نعرفه اذا كنتوا بتحبونا 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 مثل ما نحن هيك. حابب اقول اذا قبلتونا هيك مثل ما نحن فخلونا نضم بعضنا. ماما خلينا نرجع البيت هلا لاني جعت، بس اذا انتوا رفضتونا رح نرجع نتسطح على النقالات، بتكونوا اعتبرتونا ميتين. شو قالوا لنا؟ شو قراركم؟ قصدي انه هذا القرار بسيط كتير عندي بصراحة، اي غبي رح يعرف شو هو القرار الصح. هي لانك قلت عني غبي. انا ابوك ولا؟ كل عمرك اكبر غبي بهالحياة وراح تضل هيك. آسف ماما. هيك الواحد بيمزح طيب. ماما خلونا نروح على البيت هلا. اشتقت لك، اشتقت لك. اللي مين اقترح الفكرة الغبية هي؟ أنا كنت عارفان إنك رح تحبيها. بشعة، شو هالدراما هي؟ جوجال بتعرف إنه لسه في وقت معك، فكر بشي تاني، أنت مانك مخرج. ها، طولي بالك، بكرة منتأكد من هذا الكلام وبتشوفي. تعي ضميني هلأ. يعني شاب التقى بشاب، شاب خسر شاب، بعدين الشاب رجع له للشاب، والكل عاشوا بسعادة، ما هيك؟ يعني اعتبريها هيك. مانا هاد الحكي إنه كلهم رجعوا مع بعضهم وعاشوا مبسوطين، مزبوط؟ شو؟ هاي القصة بتضحك وبتزعل وغريبة، وأهم شيء إنه حقيقية بس مانا خيالية. السيد قولي رجع هو وعيلته على دلهي وبلشوا شغلهم الخاص، عملوا صابون من وصفة إيد الميدو وكانوا مبسوطين. تعرف إنه كنت كتير مهضوم مبارح؟ عن جد أنا كتير حبيت. شو بدي أقلك؟ رح تتأخر علي المساء؟ أنا حبيتك من كل قلبي ورح حبك لآخر عمري. السيدة سونيتا فتحت نادي للكتب بدلهي وشرابها المفضل أكيد المارغريتا. بالنسبة لديمبل حبيبة ما كان ضد روميل وجوجال أبداً لأنه كان كتير بحبها. يا جماعة احذروا مين مخرج المسرحية. راميا سبرامانيام. تماماً. عظيم. أي مسرحية هي؟ هاملت. واو هاملت؟ هالمسرحية بتوجع لي قلبي كتير، الكل بيموتوا فيها. ايه وشو علي؟ على كل حال تعودنا على الموت المزيف مو؟ تكون أو لا تكون، هذا هو السؤال. وأخيراً بابا ترفع بشغله
صح تأخر 10 سنين، بس مثل ما بيقولوا أحسن من بلا. وشو صار بروميل وجوغال؟ انتقلوا على نيوزيلندا. عمو لروميل ساعدهم كتير، وجوغال اشتغل بالمسرح، وروميل MBA. يعني بعد ما زبطوا شغلهم تزوجوا هن الاثنين. تزوجوا؟ مثل الأعراس الهندية الكبيرة؟ بصراحة سجلوا زواجهم بنيوزيلندا. انت بتعرفي كيف العيال الهندية، كيف فيهم يقبلوا انه ابنهم مثلي وما يعملوا عرس مطنطن؟ مستحيل، هالشي ما بصير. طيب ماشي، هلأ إذا بتريدي قوليلي انهم عملوا عرسهم بكولينينغاج. عملوا بنادي غولينغاج، أول عرس مثليين بمدينة غولينغاج. حبيبتي ضلي معي، أنا بحاجة حماية. ليش حبيبي؟ لا يخطفوني منك. ليش مين رح يخطفك مني؟ شو هالحكي هاد؟ صحتكم! كنت دائما فخور بإني إنسان متعلم وبعرف هالشي منيح، بس وقت الحياة اختبرتني أنا فشلت للأسف. الشهادة ما أنا مهمة، طلعت كيف تعيش حياتك هذا هو الشيء الأهم. وقت الحياة بتخليك تحرر عقلك، تقدر تتقبل أي شخص بمر عليك. هاي هي الحياة اللي جديرة نحنا نعيشها. أنا ابني مانو بحاجة ليعمل أي شيء لحتى حبه، لأنه حبي إله بضل مرافقه دائما. بس عندي أمني إنه يضل ابني مبسوط طول العمر، لازم يعيش حياته بشروطه هو. 1 2 3. وقت كنت فكر بمرت أخي كنت ضل فكر إنها رح تكون حلوة وكربوجة ومهضومة، بس جوغال كمان مهضوم هو الثاني. كل المفكرين والمخرجين والممثلين الكبار بالعالم شواذ، مثل أوسكار وايلد، دي اتش لورانس ولورانس إليفيه وغيرهم وغيرهم، وبيقولوا كمان ألكسندر كانشاز. أنا كنت مفكر إنه هدول الشابين محتالين كتير، هن الاثنين خانوا لبنتي، ايه خانوا، بس وبصراحة كانوا صادقين مع بعضهم كتير. أنا مبسوط لإلهم. هالأيام الحب بين الشاب والبنت ممكن ما يكون صادق، بس الحب يلي بيناتهم أكيد صادق وحقيقي. الفكرة إنه الناس الشاذة مثل البون جابيز، بيلبسوا ثياب ملونة وبيرقصوا بحرية وبيضحكوا بصوت عالي. إذا حدا حكاهم كلمة بيتحسسوا فوراً، بس بيعيشوا الحياة عأصولها مثل ما لازم. ابني حبيبي صحتك رومل. آسف. بصحتك لرومل ولجوغل وكلكن على الحفلة. شو مجانين؟ شو؟ فيك توصف لي كيف شعورك هلا؟ عن جد ما بقدر اوصف. معقول نحن عم نحلم ولا شو؟ شكله لا. سهل انك تلاقي موعد غرامي هون، بس تلاقي الحب هذا شي صعب. فإذا لقيت اللي عم تدور عليه اوعك تفلته من ايدك، وإلا بتضيع منك. أنا كتير مبسوطة إنك كبيتي لي قهوتي، لأنه هاي القصة غريبة وحلوة. أنا آسفة إني كنت كتير وقحة، حكيت لك القصة كاملة وما خطر لي أسألك عن اسمك قبل ما بلش حكي. أهيليا. أهيليا، طيب شو بتشتغلي أهيليا؟ أنا؟ انسيني، لأنه قصتي ما بتطلع شيء قدام قصتك أنت بنوب. بس بتعرفي لازم يصير في عائلات كتير مثلكن أنتو بالهند، وقتها البلد بتتغير. ما بعرف بخصوص البلد، بس صار في عيال بلشت تتحرر، بس لسه في شيء ما تغير، المواعيد الهندية. ايش اعمل يعني؟ ترى هلا وين بتكون قاعده؟ ايش رايحه على العرس؟ قلت لك لا ما بدك. لا ماشي يا جماعه، مرحبا بك راميا. كيفك حبيبتي؟ عرفكم على رفيقتي الجديده. كيفك؟ وهدول ماما وبابا. اهلا اهلا فيك. اهلا وسهلا. اهلا فيكي، تشرفت بمعرفتكم. هلا سمعت بقصه روميل وجوغال.
عن جد شي رائع. هي بتبين رائعة بس تسمعيها، بس لما بتعيشيها بتكون عن جد أحلى بكتير. عن جد عن جد. أنت شو عم تحكي؟ هاي الحقيقة. نحن مبينين الأشرار بالقصة، بس نحن ناس حبابين كتير. إني ألتقي فيكن هاد شرف كتير كبير إلي أنا، لأنه نادرا ما لاقي هيك أهل منفتحين ومتفهمين كمان. أي نحن متفهمين. بظن هاي طيارتي، أنا لازم أمشي، بكرة يوم مهم كتير إلي. رايحة على العرس؟ لا بصراحة في شغل. عن جد؟ ليش شو بتشتغلي؟ أنا قاضية. مع السلامة. تشرفت بمعرفتكم. طلعت قاضي بس حلوة كتير. وانتي؟ سلام. كتير انبسطت بمعرفتك. وأنا كمان. بالتوفيق. شكرا لك. عن السلامة. مع السلامة. سلام. مع السلامة. تعي لهون، وين الفيزا؟ خلص يا جماعة. شوفي لي شو رقم مقعدك. ورجيني مقعدك. هذا رقم مقعدك. جنب بعض. اوه هذا جوجاي. ماما سنتا. يلا يلا. جايبين لك 10 أطارميز مخلل، جهز لي حالك. وعن جد ما رح تحذر بمين التقيت. من هون البوابة، تعالوا وراي. شو؟ امشي. شو قصتكم؟ ثواني. شو عم بتقول جوجان؟ شو؟ دقيقة، ما عم بفهم عليك جوجان. شوفي مستحيل هالشي يصير. وينو روميل؟ رامي ثواني ماما، ثواني. وينو روميل؟ ألو ألو جوجان، شو صار؟ صار شي؟ شو صاير؟ احكي بنتي. مطفي. روميل وجوجان قالوا اتطلقوا. شو؟ 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 شو هالاثنان؟ رح دقله افهم القصة. احاول دقله. شو؟ خطه مقفل. ماما.